دكتور، إيش هي تيجان الأسنان؟ تيجان الأسنان أنه بعد تحضير السن يتم وضع غطاء ثابت على السن لاستعادة شكله وحجمه وتحسين مظهره، والأهم الأداء الوظيفي. تركيبات الأسنان يا دكتور، إيش هو عمرها الافتراضي؟ العمر الافتراضي لتركيبات الأسنان من ما بين 10 إلى 15 عام، ولكن يعتمد على مدى اهتمام المراجع بصحة ونظافة الفم. كيف نقدر نحافظ على التركيبات الثابتة يا دكتور؟ تركيبات الأسنان تحتاج إلى عناية أكثر من الأسنان الطبيعية، بحيث المراجعة الدورية تكون بشكل أكبر لطبيب الأسنان، ونستخدم الخيط المائي ومع خيط الأسنان.